السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومه جديده. بنحل مع بعض صفحات 103 103 104 من كتاب المعاصر ثالثه اعدادي الترم الثاني 2024 طبقا لطلب احد المشاهدين. طبعا الصفحتين دول هما نشاط بيعلمني ازاي احل القطعه، بيسالني سؤال عليها فكره عن المحادثه، وديكتيشن املا عن الكلمات، كلمات بالعربي بكتبها بالانجلش وبعد كده جمل ناقصه كلمات. فده نشاط، لكن احنا هنحله مع بعض عشان نساعدكم. فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. وخدنا مع بعض حل كامل لكتاب المعاصر الشرح، وكمان حل كامل لكتاب المعاصر الاضافي A Week is Enough. كل ده موجود معانا على القناه وفي صندوق الوصف. وخدنا شرح كامل لاهم القواعد وقراءه لاهم الكلمات. ونبدا مع بعض. هنا بيقول لي لخص النص، جيب لي قطعه. read and answer the question، اقرا واجب على السؤال. Egypt is a big Arab country، مصر دوله عربيه كبيره. It is located، تقع in the north east of Africa، في شمال شرق افريقيا. Egypt has a population، عندها عدد سكاني. Of about 104 مليون people، حوالي 104 مليون شخص. They are famous for، هم مشهورين بيه. Being kind، إن هم طيبين. And friendly، وودودين. Egypt also has a very fine weather، مصر أيضا لديها طقس رائع جدا. And a very long and great history، وتاريخ رائع وطويل جدا. It's a fine weather، طقسها الرائع. And it's beautiful ancient monuments، وآثارها القديمة. Attract millions، بتجذب ملايين. Of tourists، السياح. From all over the world، من جميع أنحاء العالم. The Great Pyramid، الهرم الأكبر. Of Giza، للجيزة أو في الجيزة. Is one of the most popular monument، يبقى يعتبر أهم أثر. In the world، في العالم. We all should be proud of Egypt، ينبغي أن نكون فخورين بإيه؟ بمصر. Summarize، لخص. The paragraph in one sentence، أنا عايز تلخيص. هو جاب لي حاجات كتير عن مصر، وإن عدد سكانها وناس طيبين ومناطق جميلة. ممكن أقول تلخيص كده، there are a lot of things، يوجد الكثير من الأشياء. To see and do، أن تراها وتقوم بها. To enjoy your time، لكي تتمتع بوقتك. In Egypt، في مصر. واخد جملة تعبر، مش طبعا مش هلخص فقرة فقرة، أنا عايز جملة كده إيه توضح النص بيتكلم عن إيه. ثم أجيب هنا مهارة السبيكنج، المحادثة، عن ريسايكلينج، إعادة التدوير. منى is talking to her friend دينا about recycling، منى بتكلم صديقتها دينا عن إعادة التدوير. دينا بتقول هلو منى، أهلا يا منى. You look worried، why، شكلك قلقانة. قالت لها إجابة، قالت لها سؤال. لا، I am doing a project about، أنا بعمل مشروع عن، يبقى because I am doing a project، أنا بعمل مشروع. طب عن إيه؟ قالت لها عن recycling. يبقى what is this project about، المشروع عن إيه؟ هتبقى about recycling، عن إعادة التدوير. because it is very important، لأنه مهم جدا. for the environment، للبيئة. سؤال إجابته I'd like to start by، أحب أبدأ بيه. يبقى how would you like to start، تحب تبدأ بإيه؟ how would you like to start by، تحب تبدأ بإيه؟ أحب أبدأ بأن، that everyone، إن كل واحد، in our class has a role، كل واحد في فصلنا لديه دور. قال له that's great، هذا رائع. what things can we recycle، can you recycle، إيه الأشياء اللي ممكن نعيد تدويرها؟ ممكن بيبر، ميتال، بلاستيك باكس، هنا اند مثلا، بلاستيك باكس، الورق والمعدن والاكياس البلاستيك. وات كان وي يوز باجز فور، ممكن نستخدم الاكياس لايه؟ وي كان يوز باجز فور كارينج ثينجز، لحمل الاشياء. يبقى افهم الفكره وابدا ايه احل بهدوء وبتركيز. بيج 104، صفحه 104،
هنا بيقول لي رايتنج كتابه، رايتنج ايه؟ كتابه. جيب لي كلمات عربي بحولها لانجلش. يعني ايه جفاف؟ طبعا دراوت، لازم نكون مذاكرين الكلمات كويس. موضوع كلايمت تشينج، التغير المناخي، دراوت جفاف. طب الوقود الحفري فوسيل فيوز. طيب كوكب بلانت، بلانت يعني ايه؟ يعني كوكب. طيب ازاله الغابات ديفورستيشن، ديفورستيشن ازاله الغابات. تغير المناخ كلايمت تشينج، كلايمت تشينج تغير المناخ. الطاقه الشمسيه سولار انرجي، سولار انرجي الطاقه الشمسيه. ثم انا جايب لي مجموعه من الجمل ناقصه كلمات. Our نقط is getting hotter and our weather is changing. يبقى our planet كوكبنا بيبقى أكثر حرارة والطقس بتاعنا بيتغير، ودي كارثة. There are more floods، يوجد الكثير من الفيضانات، تبقى droughts والجفاف. And forest fires وحرائق الغابات than any time in history، أكثر من أي وقت في التاريخ. نقط is caused by greenhouse gases، مين اللي بيحصل عن طريق التغير او غازات الصوبه الزجاجيه like carbon dioxide. يبقى climate change التغير المناخي طبعا هو اللي بيحصل بسبب الكلام ده كله، climate change. There is carbon dioxide، في ثاني اكسيد الكربون. When we burn، لما بنحرق ايه؟ fossil fuels الوقود الحفري. نقط بريديوس جرين هاوس جاسز، مين اللي بينتج غازات الصوبة الزجاجية؟ ممكن نقول ديفورستيشن إزالة الغابات. ثم بعد كده الموضوع التاني، ويفنج إن إيجيبت، النساجة في مصر. هنا بيقول لي يعني إيه نساجون؟ نساجون يعني ويفرز. طيب القماش فابريك أو كلوز، بس هنا عندنا فابريك. هنا بيقول لي النسيج تبقى ويفنج. آلة النول اللي هي لوم، آلة بتستخدم في صناعة إيه؟ القماش. تقليدي تراديشنال، تراديشنال يعني تقليدي. يصنع ممكن أقول ميك، ميك يعني يصنع. ثم هنا جمل ناقصة كلمات. Not is an important tradition in Egypt. تقليد مهم في مصر. ممكن اكتب هنا عشان المكان بس waving. النساجة. There aren't many not weavers in Egypt today. هقول لا يوجد many traditional weavers. لا يوجد الكثير من النساجون التقليديون في مصر. A weaver uses a machine. النساج بيستخدم آلة called a loom. تسمى نول. This machine crosses threads. هذه الآلة بتعدي الخيوط. Under and over each other، تحت وبين كل واحدة. To make fabric عشان تعمل قماش، to make fabric عشان تعمل ايه؟ قماش. يبقى fabric قماش، fabric. نقط can make very beautiful things weavers، نكتبه هنا عشان المكان. النساجون ممكن يعملوا ايه؟ أشياء جميلة. ثم جيب لي باراجراف عن climate change التغير المناخي، اكتب مقال نقدي أو إيميل عن Weaving in Egypt، النساجة في مصر. طبعا احنا شرحنا الباراجراف والايميل اثناء شرح اليونتس، كل ده هتلاقوه على القناة، وهننزل كمان شرح تاني لطريقة حل الباراجراف والايميل. فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد، ولو في حاجة مش هتكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.